السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج المنتصف، والتي نتناول فيها أزمة تكرر انقطاع التيار الكهربائي وتداعياتها على المواطن. فقد حذرت الشركة العامة للكهرباء من إمكانية حدوث انهيار في الشبكة العامة في أي لحظة نتيجة رفض بعض المحطات برنامج طرح الأحمال، مشيرة إلى أن مجموعات مسلحة قامت بإرجاع الأحمال بعدد من المناطق تحت تهديد السلاح. فما أسباب انقطاع التيار الكهربائي؟ وأي تداعيات لتكرار انقطاع التيار الكهربائي على المواطن؟ وما هي الحلول المقترحة لتجاوز هذه الأزمة واحتوائها؟ نطرح هذه التساؤلات وغيرها على ضيوفنا عبر الهاتف من طرابلس مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء أشرف المريمي، وعضو لجنة الأزمة بنغازي مراد الهوني، وعبر الأقمار الاصطناعية رئيس لجنة الأزمة بالمجلس البلدي طرابلس المركز ناصر الكريوي، وعبر الهاتف من سبها المتحدث باسم مجلس حكماء المدينة حسن رقيق. وقبل أن ننطلق في النقاش نتابع هذا التقرير. لا تقتصر معاناة المواطنين اليومية على تداعيات توتر الأوضاع الأمنية وتواصل حالة الانقسام السياسي وتأزم الوضع الاقتصادي فحسب، بل تضاف إليها أزمة تكرر انقطاع التيار الكهربائي والتي تصل إلى 8 ساعات في اليوم. الشركة العامة للكهرباء أرجعت أسباب هذه الانقطاعات إلى النقص في إنتاج الطاقة وتوقف عدد من وحدات الإنتاج عن العمل، موضحة أن هذا النقص تسبب في عجز يتجاوز 1500 ميجاوات من الكهرباء. كما حذرت الشركة من إمكانية حدوث انهيار في الشبكة العامة في أي لحظة نتيجة رفض بعض المحطات برنامج طرح الأحمال، أزمة أرجع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فاز السراج أسبابها إلى جوانب فنية وأمنية ومالية. كثير من المحطات الكهرباء أثناء بداية الثورة تعرض وأثناء فترة الاشتباكات تعرضت إلى أضرار كثيرة. الشركات اللي كانت تتولى صيانة واستكمال هذه المحطات غادرت، فكثير من الأعمال الفنية توقفت منذ سنوات. اقتحام بعض فئات خارجة عن القانون لهذه غرف التحكم وفرض إرادتها على العاملين بعدم طرح الأحمال، وضع فرض معاناة لدى المواطنين لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة في شهر رمضان المبارك، كما خلف تساؤلات ملحة عن الحلول المقترحة لحل حالة هذه الأزمة. المجلس الرئاسي طالب الشركات الأجنبية باستكمال أعمال الصيانة على المنشآت الكهربائية والتي بدأت منذ مدة، كما دعاها إلى إحداث وحدات جديدة لإنتاج الطاقة في البلاد، مشددا على أن هذه الخطوة قد تمثل حلا لاحتواء أزمة الكهرباء. وقد أكد المجلس الرئاسي أنه تم التوصل إلى اتفاقات مع عدد من المجالس البلدية بالمنطقة الغربية وشركة الكهرباء لاستكمال صيانة شبكات الكهرباء بالمنطقة الوسطى ومعالجة ضعف التيار الكهربائي بالمنطقة الجنوبية. انقطاع الكهرباء أزمة متجددة تضاف إلى قائمة الإشكاليات التي يعاني منها المواطن، كما تضاف إلى بقية المسائل المطروحة أمام المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على أمل التوصل إلى حلول عاجلة تنهي هذه الأزمة. إذا نبدأ النقاش سيد البريمي، بداية إلى ماذا ترجعون أسباب أزمة انقطاع التيار الكهربائي في فترات تصل إلى 8 ساعات في اليوم أحيانا؟ نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله. في البداية نحب ننوه إلى أن نسبة نمو الأحمال في دول العالم بصفة عامة في تزايد مستمر سنويا، حيث يتراوح نسبة النمو حسب التوسع العمراني في هذه الدول من 9 إلى 15%. ونظرا للظروف اللي مرت بها بلادنا ترتب على ذلك تعثر لجميع المشاريع إنشاء المحطات، سواء كانت إنتاج، سواء كانت نقل، سواء كانت تحويل. كما هو معروف أن بلادنا تمتاز بجو ساخن نسبيا في فصل الصيف، وتصل درجة الحرارة إلى 40، تتجاوز هذه القيمة أحيانا إلى 45 درجة مئوية. ونحن أغلب ما يقارب من 80% من وحدات الإنتاج تشتغل بالوقود الغازي، حيث تفقد هذه الوحدات ما يقارب من 30% من قدراتها الإنتاجية.
وترافقها في هذه الفترة زيادة كبيرة في الطلب على الطاقة الكهربائية. احنا بننوه ان من 2011 عندنا العديد من التوربينات اللي كانت شغالة على الشبكة العامة نظرا لرحيل الشركات الأجنبية وعزوفها عن الرجوع للبلاد نتيجة الوضع الأمني. عندما يقارب من 14 مولد قاعد خارج الخدمة من 2011، يعني أسباب فنية تبدي عبارة عن تغيير، وزيادة المشكلة الثانية تأخر العمرات لهذه الوحدات ومشاكل عدم توفر قطع الغيار أدى إلى أن عندنا ما يقارب من 2600 ميجاوات قاعدات حاليا خارج العمل، يعني خارج الخدمة. ناهيك عن زي ما قلنا وضحنا أن الطلب الزايد على الطاقة، عندنا بعض المشاكل اللي صارت في منطقة سرت أدت لفصل دوائر الربط اللي تربط منطقة الجنوب الشرقي في منطقة طرابلس ومنطقة الغرب اللي هي دوائر الخليج زمزم جهد 220 ودائرة مسافة الخليج جهد 400. عندنا العديد من المشاكل، يعني باش نكون واضحين، العديد من المشاكل بالشبكة الكهربائية بحاجة إلى حلول جذرية. طيب ابقى معي سيد المريمي. السيد كريوي، الشركة العامة للكهرباء حذرت من إمكانية حدوث انهيار في الشبكة العامة في أي لحظة نتيجة لرفض بعض المحطات الواقعة في بعض المدن والمناطق داخل مدينة طرابلس لبرنامج طرح الأحمال. كيف تعلقون على ذلك سيد الكريوي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الموضوع هذا توليه مش من اليوم هذه. شركه العامه الكهرباء محذره من الموضوع. شركه العامه الكهرباء لها 6 شهور هي تتكلم وتحدث على انها حتكون في مشكله في الكهرباء في فصل الصيف، لكن نتيجه الصراع السياسي اللي موجوده فيه البلاد والخلافات ما فيش حد سمع الكلام اللي تتحدث به شركه العامه الكهرباء. زي ما شبحنا خلال ايام ماضيه الصيف جاي بكري، حجم ارتفاع درجه الحراره الاسبوع الماضي أدى لخروج مجموعة من المحطات وأدى لعجز في 1500 واط قبل السبت قبل الماضي. أمس أيضا اليوم الماضي حتى فيه وصول طرح الأحمال ل 12 ساعة داخل مدينة طرابلس. هذا كله طبعا كان متوقع، وإحنا إحنا من خلال عملنا كلجنة الأزمة مع الشركة العامة للكهرباء تحدثنا وطلبنا معهم في أن كيف يتم إنجاز بعض الأعمال، لكن للأسف أن كانت الأذان غير صاغية للمشاكل هذه. في الوقت الحالي أول أمس كان في اجتماع مع السادة في المجلس الرئاسي وبلديات المنطقة الغربية والشركة العامة للكهرباء ووزير الحكم المحلي والسيد وزير الداخلية، وتم تطرق إلى المناطق اللي هي رافضة طرح الأحمال، سواء المدن اللي خارج مدينة طرابلس اللي هي فيها إنتاج للطاقة، وأيضا بعض المحطات اللي هي داخل مدينة طرابلس. وتم الاتفاق على أن احنا كنا نتولوا جميعا طرح الأحمال بالتساوي، لكن للأسف أن التطبيق ما زال متأخر شوية. احنا غدوة قد نتعرضوا لموجة. طيب اذا سنأتي الى الحلول فيما بعد سيد الكريوي. سيد الهوني، كيف توصف لنا الوضع بالنسبة لمدينة بنغازي؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم. انا حقيقة كلامي عن ازمة الكهرباء بالنسبة لمدينة بنغازي سيكون هو من باب الاشارة الى خطورة الوضع هناك والى هذه المشكلة. طبعا من الناحيه الفنيه هناك لجنه موازيه موجوده في بنغازي وهي تتابع مع الجهات المختصه هناك في بنغازي وضع الحلول لتجاوز هذه المساله. انا اود الاشاره الى ان هذا الموضوع ايضا تم تناوله في بدايه منتصف الشهر الماضي في تونس، حيث كان اجتماع ضم عده شخصيات محليه في بنغازي، و تم التطرق الى مساله الكهرباء وانقطاعاتها، وتم تشكيل لجنه برئاسه احدى ابواب مجلس النواب. طيب سيد الرقي، طيب اذا سيد الهوني، يعني بالنسبه للحلول سناتي اليها فيما بعد، ولكن كيف ترى الوضع الان فيما يخص بعمليات انقطاع الكهرباء وطرح الاحمال؟ أول وضع كيف ما شرح الأخوة السيد ناصر والأستاذ مدير إدارة الإنتاج في الشركة العامة للكهرباء، لا يختلف بين مدينة وأخرى سواء في بنغازي أو في طرابلس. ربما في بنغازي الأمر متفاقم أكثر لأن هناك للآن ما زال فيه
أماكن مستهدفة، فيه نقاط تماس، فيه اشتباكات، وبالتالي التفكير في صيانة بعض هذه المحطات. صعوبة الصيانة في تلك المناطق كما أشرت سيد الهوني. ابقى معي سيد رقيق، ما هو إذن واقع الإمداد الكهربائي في المنطقة الجنوبية ومتوسط ساعات الانقطاع بالمنطقة حسب رأيك؟ الحمد لله، وصلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحييك وحيي ضيوفك الكرام، وإن شاء الله رمضان كريم علينا وعلى العالم الإسلامي. طبعا نحن شأننا شأن الوطن، ينقطع في الأيام اللي فاتت كان ينقطع التيار الكهربائي 12 ساعة، لكن موزعة 5 ساعات بخمس ساعات. نفس الحال، وحتى لما يأتي التيار الكهربائي يأتي متذبذب، بصراحة لا يأتي على إشارة واحدة، لكن يأتي متذبذب، ينخفض ويرتفع ينخفض ويرتفع، ولا نستفيد منه غير التذبذب الأبيض. وبالمناسبة في 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 بهذه المناسبة أنا أحيي جدا جهود أولئك الأبطال والجنود الذين وراء هذه الأبراج وهذه الخيوط التي تأتي لنا بالكهرباء. نحييهم تحية خاصة لمجهوداتهم اللي مسنا منهم، ونحن على قرب بصراحة جدا من شركة الكهرباء في الجنوب، ونعي جيدا ما هي المشاكل التي تعاني منها. طيب سيد المرعمي، يعني هل توجد هناك مناطق سوداء تعاني من انقطاع التيار الكهربائي أكثر من غيرها؟ نعم، هنكون واضحين. بالنسبة للشبكة العامة للكهرباء في الوضع الراهن مقسومة إلى 3 شبكات: الشبكة الشرقية اللي هي تمثل بنغازي والسوق الأخضر، اللي هي من مراوة تميمي مفرق طورق درنة. المنطقة الجنوب الشرقي شبكة بروحها اللي هي متمثلة في منطقة الشقادي، وعندنا المنطقة الغربية اللي هي من سرس إلى عند محطة أبو كماش غربا، وجنوبا إلى عند تراغل وفجاج وباري. المشاكل في كل شبكة لها مشاكل معينة. بالنسبة لبنغازي، أحمال تلك المنطقة تصل من 930 ميجاوات إلى عند 950 ميجاوات كإنتاج في محطة شمال بنغازي. نحب ننوه أن بالأمس حدث اطفاء تام لمنطقة بنغازي بسبب فني صار في بعض دوائر نقل الطاقة بين منطقتي مراوة وتميمي 1-2 جهد 220 ومراوة ومفترق 1-2 جهد 220، أدى لخروج أحداث شمال بنغازي بالكامل، وأدى لحدوث اطفاء في منطقة بنغازي. لكن بفضل جهود الشباب في الشركة العامة للكهرباء في منطقة بنغازي تم إرجاع جمل الأحمال المفقودة وجاري الانتهاء من إرجاع باقي الأحمال. إشكالية منطقة بنغازي تقع في ليس في الإنتاج، إنما في شبكات الجهد المتوسط والجهد المنخفض، شبكات 30. يعني أنت تعرف نتيجة الأضرار اللي استوردت في تلك المنطقة فيه العديد من محطات 30 ومحطات الجهد المنخفض مصابة، فصعب في صعوبة في نقل الطاقة من وحدات الإنتاج أو من محطات النقل إلى محطات التوزيع إلى المستهلك الكريم. طيب إذا ما هي الاستراتيجية المتبعة سيد المرمي من قبلكم في شركة الكهرباء تجاه عمليات طرح الأحمال؟ نعم، بالنسبة لطرح الأحمال، إحنا في الفترة الراهنة زي ما وضحنا قلنا عندنا عدد الشبكة قيمة يصل إلى 1500 كيلوات. صعوبة إنجاد هذه الطاقة حاليا خاصة في الظروف اللي مروا بها، إن صعوبة كبيرة جدا في إنتاج هذه الطاقة. الحل النهائي أو الحل الأخير للشركة العامة للكهرباء للمحافظة على استقرارية الشبكة هو طرح الأحمال. طرح الأحمال في هذه الفترة يصل من يتراوح يعني حسب درجات الحرارة من 8-10 ساعات، أحيانا 7 ساعات، أحيانا 12 ساعة. هذا يرجع إلى شنو؟ إلى الظروف الجوية ومدى استيعاب المواطن لفكرة ترشيد استهلاك الطاقة. الشركة العامة زي ما وضحنا تحاول قدر الإمكان أن تنوه أن عملية طرح الأحمال اضطرت إليها اضطرارا، يعني ما هيش عملية قامت بها عبثا أو جزافا، تنوه تحافظ على الشبكة. المواطن الكريم الشارع الليبي أصاب احتقان كبير من طرح الأحمال، يعني لاحظ يعني المواطن بصفة عامة يحاول في بعض الشوشرة، يدير في بعض المشاكل، هذا نعتبره رد فعل يعني من المواطن، ما هوش يعني هذه صفات المواطن الليبي. المحطات في الشبكة خاصة في المنطقة الغربية ومنطقة تراغس صار فيه رفض بعض المحطات وفي بعض المناطق وبعض المدن لعملية طرح الأحمال. الموضوع أدى إلى أن شيء أن ساعات طرح الأحمال زادت على بعض المناطق أكثر من غيرها، فهذا السبب في تفاوت ساعات طرح الأحمال أو زيادة طرح الأحمال على المناطق.
هذا الامر قد يؤدي الى وضع عدم استقراريه للشبكه العامه واحتماليه حدوث انهيار تام للشبكه وحدوث اطفاء كلي، وهذه العمليه راح توصلنا الى نقعد للمواطن 4 ايام قد تفرق اسبوع الى اسبوعين ما عنده شيء زيه. فاحنا نحاول قدر الامكان زي ما قلنا نشد في ايدينا في بعضنا كمدنيين، وان شاء الله نحن نستجزاه الازمه هذه زي ما استجزنا غيرها من ازمات. طيب سيد الكريوي، هل هناك ساعات معينه لطرح الاحمال في طرابلس ام انها بطريقه فجائيه؟ لا، بالنسبه لطرح الاحمال طبعا في حاولوا شكل عمل كهرباء يعملوا في برنامج ما بين المناطق داخل، زي ما تعرف انت مدينه طرابلس مدينه كبيره فيها اكثر من 2 مليون، يحاولوا في التنسيق في توزيع الاحمال داخل المدينه، وفي بعض الاحيان يتراوح من 8 ل 12 ساعه في لما تكون في ضغط، ومتوقع في الايام الجايه يكون قد يكون حتى اكثر كان ما فيش تعاون. في دخول الشباب لبعض المحطات ادى ان في بعض المناطق داخل طرابلس نتيجه دخول المحطات داخل طرابلس تاخذ في حمل اكثر من المناطق الثانيه، وهذا طبعا بسبب مشكله. احنا لو يصير تعاون في المنطقة الغربية زي ما تم الاتفاق امس او الامس في المجلس الرئاسي ان كل واحد ياخذ جزء من طرح الاحمال حيخف الضغط هذا بشكل كبير، فهذا جزء كبير من الحل اللي المطلوب. الجزء الثاني اللي هو يقع على المواطن، احنا لو نقول مواطن انا نقول للمواطن اللي انت في شقتك 4 مكيفات معلش يتحمل استعمل مكيف واحد باش اخوك اللي محتاج لجهاز تنفس يقدر يستعمل الطاقة الكهربائية، لان احنا انقطاع 12 ساعة في ناس عندها محتاجة لأجهزة تنفس، فيه اللي محتاج يعني أجهزة طبية، انقطاع هذا بيسبب لنا مشاكل. فاحنا الدعوة هنا للمواطنين تحمل مسؤولية معنا، أيضا ندعو هنا في ضمن الحلول أصحاب المحلات التجارية الكبيرة الصالات اللي فيها 400 و500 مصباح اللي هي تستعمل في تكييف بصورة كبيرة، المساجد في أنهم كيف يخفوا الاستهلاك، لأن يعني احنا مش مشكلة احنا نصلوا 4 ركعات أو حتى صلاة التراويح من غير كهرباء في سبيل أن احنا ناخذوا أرواح ناس محتاجة لاستعمال أجهزة التنفس، يعني احنا هذا جزء كبير أن احنا هذا بلادنا في أزمة ولازم احنا جميعا نتعاونوا في تخفيف الأزمة هذه. وأيضا نوجه في رسالة للمناطق، المناطق اللي هي قاعدة رافضة طرح الأحمال، نقول احنا ليبيين كنا زي بعضنا، واحنا ندعو ان احنا نكون متساويين في الدستور، يبقى على الاقل حتى نكون متساويين حتى في استهلاك الكهرباء، وان احنا راهو لما بتطيح الشبكه في منطقه حتطيح على المنطقه كلها حتى اللي في المدن اللي فيها انتاج طاقه، فيبقى نعم. الافضل ان احنا كيف نتعاونوا جميعا ونقبلوا بطرح الاحمال. نعم، طيب اذا الى اي مدى سيد كويري يعني الى اي مدى زادت مساله عدم تامين محطات توزيع الكهرباء واستهداف هذه المحطات زادت من الازمه الحاليه برايك؟ والله زادت بنسبة كبيرة جدا، لأن أصبح أنك أنت داخل مدينة طرابلس، يعني أنت زي ما تعرف الشباب وفي الغضب متاعهم ولما يكون الكهرباء غايب عليه 10 ساعات يسمع منطقة ثانية ما الكهرباء غير مقطوع عليها بيمشي للمحطة مباشرة. وهنا أيضا نوجه دعوة الشباب، راهو أخوتكم اللي في مركز التحكم في المحطات راهو ليبيين، في منهم كبار السن يخدموا قاعدين يأدوا في واجبهم، تعدي عليهم سواء بالكلام أو باليد هذا راهو أسلوب مرفوض. يعني احنا ناس يفترض ان احنا كتوار او كشباب احنا ناس حضاريين، لا يجب ان احنا نتعدوا سواء بالكلام او باليد على المشغلين المحطات لانهم يأدوا واجبهم. لو احنا اول امس 35 مشغل مقدمين طلب الشركه العامه الكهرباء للانتقال من التشغيل، يعني احنا لو جي فتره المشغلين يصير ضرب على العمل حيصير في مشاكل، مش حتلقى شكون يشغل لك المحطات. فرجاء ورساله هذه موجهه لهم ولولي امورهم ان هم يخففوا من الضغط على المحطات. طيب سيد الهوني، إلى أي مدى إذا تأثرت أو أثرت الاشتباكات المسلحة في مدينة بنغازي على المنشآت الكهربائية بالمنطقة؟ تأثير كبير جدا جدا، هو في تقارير سبق أن تم عرضها في خلال المؤتمر السابق وخلال لقاءات مباشرة مع المهتمين بالموضوع الكهرباء في مدينة بنغازي. للأسف هذه مشكلة مهمة جدا ومشكلة خطيرة تعاني فيها مدينة بنغازي ويعاني فيها سكان الأحياء. قصة طرح الأحمال هذا جانب من الحلول، ولكن هذه حلول وقتية. أنا أتمنى أن يكون هناك إجراء عاجل، أن لما نحن نتكلم على انهيار تام للشبكة الكهربائية معناه بلاك أوت، ولذلك البلاك اوت حيخلق فوضى عارمه في ليبيا، الفوضى هذه قد تسبب نواحي لها تداعياتها في النواحي الامنيه، لذلك يجب صراحه التركيز الان مش على الحلول الوقتيه فقط، ولكن ايضا على الحلول الجذريه لهذه المشكله التي تعاني منها الكهرباء.
مش في بنغازي بس ولكن في ليبيا كلها. جانب طبعا في موضوع ثاني آخر موضوع خطير جدا جدا، الموضوع يتعلق بمنظومة النهر الصناعي. تتأثر الآن هذه المنظومة شيئا فشيئا بهذه المشاكل سواء الكهربائية أو غيرها، هناك صعوبة في الحصول على قطع الغيار، ولذلك إذا كان هذه المؤسسة وهذا الجهاز لم يتحصل على قطع الغيار اللازمة قد يكون هناك أيضا بالإضافة لمشكلة الكهرباء حتكون عندنا مشكلة نقص في الموارد المائية، ولذلك هذين مشاكل يجب التصدي لهن ويجب أن طيب في 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 هذا السياق، إذا كيف تتعاملون كلجنة أزمة ببنغازي مع انقطاع التيار الكهربائي عن المرافق الحيوية كالمستشفيات؟ لا أنا نحب نوضح لك، أنا وضحت في البداية نحن كلجنة أزمة موجودة في طرابلس نتابع ما يجري هناك في مدينة بنغازي عبر مراسلينا وعبر قنواتنا الخاصة، ولكن فنيا هناك لجنة أخرى موازية موجودة في بنغازي، هذه اللجنة هي التي أعدت التقرير الماضي الذي قدم في مؤتمر تونس، وهذه اللجنة هي التي تواصل مع المؤسسة شركة الكهرباء ومع الجهات المعنية للخروج من 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 هذه المعضلة ومن هذا المأزق. نحن نتابع نحاول نرصد تداعيات هذه الأزمة على السكان في حياة مدينة بنغازي، نحاول أن يكون عندنا مثلا دور على الأقل معنوي تجاه هذه المشكلة، ولكن تدخل مباشر نحن للأسف ليس لدينا أي تدخل مباشر، وفنيا كما أسلفت هو يقع تحت نطاق لجنة أخرى موازية للأزمة. نتمنى أن يكلل الله جهودهم حتى هم بالنجاح والتوفيق لرفع المعاناة عن طيب. ووضحت الفكرة سيد الهوني. سيد رقيق، صف لنا طبيعة عمل محطات الكهرباء في الجنوب وما يتوفر فيها من كوادر فنية وحراسة أمنية. هي المشكلة ما هيش في داخل المدن، يعني ما هيش داخل عاصمة الجنوب في سبها، ولكن المشكلة احنا عندنا اكثر مشكلة بصراحة. الاولى هي تخريب محطة الاريال تخريب كامل، طبعا الجنوب يستهلك فيه 500 ميجا، الان الفاقد اكثر من 250، لكن شالنا شان الوطن نستطيع بالاتفاق وبمحبة بعضنا بعضنا، يعني حمل شيء حمل. احنا عندنا مشكلة في 2011 تم تخريب تدمير محطة الاريال تدمير كامل، كانت فيها أكثر من 150 ميجاوات. عندنا الحرابة على معدات الصيانة اللي كانت الجنوب لحد اليوم في طريق شويرف حرابة كاملة، تأخذ أي شيء ياتي للجنوب بسياراته. عندنا مجموعات مسلحة التي تجبر المواطنين وخاصة في المجداول، المنطقة الوحيدة اللي الآن لا يطرح فيها الأحمال في الجنوب هي المجداول في الشاطئ، هذه دخلوا لها شباب مسلحين وأجبروا الموظفين أنهم بالقوة، ولا يستطيع الموظف أن يخرج، أجبروهم بالقوة أن لا تطرح الأحمال. عندنا مشكلة تانية، الدوائر الزراعية عندنا أكثر من 3000 دائرة زراعية كانت يوم 15/4 تقف عنها الكهرباء نهائيا وتقف عنها الماء إلى 15/10، اليوم أصبحت كلها برسيم وقبض زي ما نقول بالعامية وتخدم، هذه حتى يتأثر. أيضا عندنا الإفراط في الاستهلاك الممنهج، إفراط ممنهج عالمي، انك تاتي في خط من وادي من وديان الجنوب تجد من بدايه الوادي الى نهايه 200 كيلو ترى كل اللمبات والمصابيح والعه كاشفات غيرها في البيوت امام البيوت في الورش. عندنا تدمير وتخريب اكثر من 70 برج في في في, في الجنوب اللي جايبات احمال قوه ال 400,000 ميجاوات. هذه البرج الواحد يا سيدي يكلف الدوله اكثر من 100,000، وهذا كله في خلال هالسنة. عندنا عدم تسديد رسوم الكهرباء وهذا في معظم ليبيا للأسف الشديد، هذه كلها الأمور تؤثر. يعني وعندنا محطة أيضا نسبة إنجازها 98% اللي هي محطة باري اللي تولد 650 ميجاوات، للأسف الشديد لعدم وجود الأمن رغم أنها لحد الآن سليمة ولم ينقص منها مسمار، لكن لعدم وجود الأمن الشركة أبت أن تأتي وتشغلها وتطرحها حتى
تشارك في 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 نقص في 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 عجز تشارك في في عدم نقص الكهرباء. هذه كلها الامور. وعندك الان احنا عندنا حرارة بصراحة واضحة من الموظفين وكأن هناك شيء ممنهج انها هذه البلد لا 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 تسير للامام حتى لو خطوة واحدة. هذه كلها مشاكل نحن نعاني منها. والله شباب يعني انا احييهم كل شباب الكهرباء في ليبيا. مع هذا وذاك الان الضرب فيهم اطلاق النار فيهم اخذ. هل تعلم يا سيدي في خلال اقل من سنة ونصف اخذت بالقوة بالاكراه من شركة الكهرباء في الجنوب اكثر من 60 سيارة. ونهيك عن الموظفين اللي اطلق النار في رجله واللي مات واللي يعني جرح. ومع هذا صامدين الشباب مرتبات متأخرة 3 شهور صامدين الشباب وحي الله حيهم بأمانة. لكن المواطن منحرف للأسف الشديد. المواطن حتى في السابق كانت عندنا طرح حمال. ليه؟ كان قبل 7 سنوات وثمان كانت في طرح حمال لكن لا يستطيع أحد أن يتحدث. نعم. طيب سيد المريمي، أكدتم في وقت سابق أن هناك حالة احتقان أمام الشركة العامة للكهرباء وحركات احتجاجية من قبل المواطنين تنديدا بانقطاع التيار الكهربائي. كيف تتعاملون مع هذه الوضعية؟ نعم نحب ننوه الأستاذ لجنة أمن المنطقة الجنوبية أن المنطقة الجنوبية هي تتكلم من محطة النهر ونجير وزمزم ونزلوط إلى هذا الاحتجاج وباري. هذه المنطقة هي عبارة عن منطقة أحمالها حسية يعني عبارة عن مدخلات أحمال حسية. أحمال هذه المنطقة يصل من 500 ميجاوات لعمل 700 ميجاوات خاصة الحرارة. تبقى في هذه المنطقة يتم استجابها من المنطقة الشمالية عن طريق دوائر النهر 500-400 وبمضيف النهر 1-2-22 وزمن 1-2-22. المشكلة هنا أنه لما يتم نقل عفون المسافة يصير فيه مشكلة كبيرة في الجهد يصاحبها تأرجح في القدرة الفعالة للميجاوات. يترتب عليه عدم استقرارية في الشبكة وتعرض معداتها لأضرار جسيمة قد تصل إلى فقدان سام في الشبكة. مشكلة المنطقة الجنوبية زي ما نوه الأستاذ أنه لازم يكون في محطة إنتاج في المنطقة الجنوبية. تم في تعاقد على إنشاء محطة أوباري في المنطقة. تم الوصول لنسبة إنجاز تصل إلى 92%. ونتيجة للوضع الأمني اللي غير مستقر في المنطقة الجنوبية أدى إلى عزوف الشركة المنشأة لهذه المحطة من العودة لاستكمال أعمالها باش تكون الوحدات بالمحطة شغالة وتقضي على العجز كليا في منطقة الجنوب. لكن هذه ظروف زي ما قلنا أمنية خارجة عن الإرادة وإن شاء الله ربي يهدي شبابنا ويرجعوا للصواب باش تحاول قدر الإمكان أن ترجع وطن كبير. مثل في منطقة طرابلس والمنطقة الغربية. منطقة طرابلس احنا عرفوها أنها منطقة غربية بصفة عامة منطقة كبيرة مترامية الأطراف. أحمال هذه المنطقة تصل من 4670 إلى 4500. أحمال كبيرة جدا. وحدات إنتاج طاقة في هذه المنطقة لا تكفي أنها تغطي العجز في هذه المنطقة. فيترتب عليها الأمر زي ما وضحنا أن يلجأ المهندسين التشغيل في غرف التحكم إلى طرح الأحمال للمحافظة على الشبكة. طول ساعات طرح الأحمال التي تصل أحيانا إلى 12 ساعة من 8-12 ساعة أدى إلى احتقانات في الشوارع أو خروج بعض الشباب والقوات المسلحة أو نقول التشكيلات المسلحة وخروج الاعتداء على بعض المحطات النقل والتوزيع في الشبكة. هذا السبب أدى إلى أن مش راح يصير فيه أي استقرارية للشبكة ويؤدي هذا إلى طرح حمال. نحاول موظفين الشركة العامة للكهرباء ومشغلين المحطات أن يفتوا هذه المشاكل قدر الإمكان. لكن زي ما وضحنا احيانا قد يتكلموا باللغه الليبيه ان قد تلقاه يفهمك وتلقاه شخص ما يفهمكش. تلقى شخص احيانا الالفاظ النبيه احيانا يعتد عليه في الضرب. فالعمليه هذه متفاوته حسب الموقف او ساعات طرح الاحمال الموجوده نعم. في المناطق. نعم. طيب سيد الكريوي، ما تداعيات انقطاع التيار الكهربائي على المواطن في العاصمه طرابلس حسب رايك؟ معلش ممكن ما اسمعش. نعم. سألتك عن تداعيات انقطاع التيار الكهربائي على الأقل على المواطن في منطقة طرابلس.
طبعا تبعيات انقطاع التيار الكهربائي في ظل ارتفاع درجة الحرارة، في ظل ان المواطن صايم فهو ممكن يستعمل مصعد للدور 11، ما فيش مصاعد يبي ينقل مياه، ففي مشاكل. اصبح ان المواطن داخل مدينة طرابلس متوتر بشدة نتيجة استمرار انقطاع التيار لساعات طويلة، ويسمع ان في مواطنين في مدن ثانية التيار ما ينقطعش عليهم، فهذا طبعا بيؤدي للاحتقانات بصورة كبيرة. فطبعا التبعات متاعها سيئة جدا، وهذه اللي أدت أن مجموعة الشباب يتوجهوا لمحطات التشغيل في اعتقاد منهم أن هذه هي اللي تفصل عليهم الكهرباء، بدون أو بدون ما يعرفوا أن الإنتاج هو متاع الكهرباء خارج مدينة طرابلس، يعني أغلب الإنتاج متاع الاستهلاك في مدينة طرابلس جاء من خارج المدينة. فهذا طبعا له تأثير. أنا هنا في عندي بعض الملاحظات، يعني تو احنا بكري قلنا انقطاع كامل للتيار الكهربائي للشبكة. طبعا لازم نقولوا شنو هي التداعيات. التداعيات ان هي باش انت تريد الشبكه حتحتاج ل 24 48 ساعه باش تشتغل، انك انت جميع الادوار العليا مش حتوصل فيها الميه وحيصير انقطاع في المياه، ان استعمال المصاعد مش حيكون موجود، محلات تجاريه مش حتقدر تشتغل. فالتبعيات خطيره جدا، يعني لعمليه ان لو يحدث يعني تعتيم كامل في الشبكه وفي جميع المنطقة الغربية. فاحنا من هنا يعني احنا نوجهوا ان كيف احنا كمواطنين نخفضوا الاستهلاك. ايضا في حاجة تانية ممكن فاتت خويا اشرف يتكلم عليها، ان الموظفين في الشركة العامة الكهرباء والفنيين لهم 4 شهور لم يتقاضوا مرتباتهم، فيعني احنا ما يتقاضاش في مرتبه وينضرب، يعني حتى هذه راهو يجب ان احنا نكونوا فيها عادلين. يعني موجه هنا رسالة ايضا مرة اخرى للشباب في الموضوع هذا، راهو خوتكم في الكهرباء يضحوا في الجبهات في ردال الكهرباء، يشتغلوا بدون مرتبات، يشتغلوا في أوقات الذروة في الشمس، فيجب أن نحن نحترمهم ونساعدوهم يعني. طيب سيد الهوني، يعني بالنسبة للأهالي الذين ما زالوا موجودين في مدينة بنغازي، كيف تؤثر أزمة تكرر انقطاع التيار الكهربائي على أوضاعهم المعيشية؟ والله تأثير سيء جدا جدا. هي يعني وضع في بنغازي زي ما انت عارف، يعني وضع غير مستقر وغير آمن، وهناك حالة من الاحتقان، وهناك حالة من التسيب ومن الفوضى ومن الفراغ، فتضاف إلى ذلك مشكلة الكهرباء، فتأثيراتها حتكون تأثيرات عكسية جدا جدا وسلبية جدا جدا على المواطن. يعني الكهرباء هي عصب الحياة بالنسبة للإنسان الآن في القرن 21. يعني لما يصير انقطاع للتيار الكهربائي تتوقف الحياة كلية في الظروف العادية، فما بالك لما تكون الظروف ظروف استثنائية وظروف قاهرة. بالتالي يكون تأثيرها تأثير يعني جدا كبير على أهل المواطن. وبالتالي نحن نتمنى ان هذه نحن نتجاوز هذه المشكله وهذه الاطال ونتجه الى معالجتها بشكل اساسي. طيب نعم وصلت الفكره. سيد رقيق، يعني ضعف التيار الكهربائي في المنطقه الجنوبيه من ضمن الامور التي اكد المجلس الرئاسي انه يعمل على حلها، برأيك ما التداعيات المترتبة عن هذه الأزمة حاليا في المنطقة الجنوبية بشكل خاص؟ الآن الناس تشكو جميعا في المستشفيات، حتى لو كان في بعض المستشفيات، حتى المستشفى العام اللي هو متهالك وقد يكون فيه محرك للاحتياط، لكن هذا لا يكفي. الناس الآن المياه، معظم السكان، معظم المواطنين في الجنوب بدون ما أخذ الواحد تلقاه يعسر في آخر الليل باش يحصل قطرة المي، وبل بالعكس انتشرت الخزانات المتنقلة وأصبح في استغلال. اليوم الخزان الواحد يعني حتى لو بخلق 2000 لتر حياخذ منك 40 دينار، وفي ناس ما عندهاش قدرة على هالوضع، وخاصة مع عدم وجود العملة. هذه كلها تداعيات، ناهيك عن المرضى، ناهيك عن العجائز، ناهيك عن الناس اللي ويعلم الله. يعني هذه أمور يعني مشكلة بالنسبة للمواطن كبيرة، لكن المواطن لا يعي. ومع هذا للأسف الشديد مصائب قوم عند قوم فوائد، وهاي المحركات تنتشر انتشار الهشيم، واللي عنده ياخذ محرك، واللي ما عنده يبقى للظلام والعطش والماء الحامي، ما هوش حتى الماء البارد.
للاسف الشديد نحن لم نتوقع ان نكون نحن كليبيين بهذه الطريقه. نحن لم نتوقع في يوم الايام ان يكون هناك من يبيع الوطن بهذه الطريقه، يعني يبتز المواطن العادي البسيط ويبتز موظف الكهرباء الذي يقاوم الحراره في 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 الشمس ويقاوم البرد في الشتاء، ومع هذا لا حياه الامتدادين. للاسف ليس هناك تضحيات من قبل الوطن، اذا لم نضحي من اجل الوطن نضحي على ماذا؟ يعني على اي شيء؟ هل نبيع وطن؟ الان اصبح في بيع ممنهج للوطن بهذه الطريقه، من ذلك المواطن المنحرف اللي يقبض على سياره الكهربائي، اللي يضربه، اللي ياخذ المعدات الصيانه، اللي يدخل على ولاية المؤمن. يعني ليس من الايمان ابدا أن لا المؤمن أخي المؤمن، يعني ليس من الإيمان أبدا الإنسان الذي يشعر بأخيه الآخر. طيب سيد المريمي، يعني فيصل سراج وصف عمليات طرح الأحمال بغير العادلة، كيف تعلقون على هذه النقطة؟ نعم، بالنسبة لطرح الأحمال يتم إعداد قوائم من قسم الدراسات البشرية غرف التحكم لإعداد المناطق وعدد الساعات، ويتم مقارنة قيمة إنتاج الطاقة بقيمة الأحمال مراعاة درجات الحرارة، فلو تبين وجود العجز فيتم توزيع الأحمال التساوي على المحطات. لكن نظرا زي ما وضحنا إلى أن بعض المحطات تم رفض بعض المحطات في بعض المدن وبعض المناطق داخل مدينة طرابلس عن طرح الأحمال وترجيع هذه الأحمال بقوة السلاح، أدى هذا إلى الضغط على بعض المناطق في عملية زيادة ساعات طرح الأحمال على مناطق أخرى، وهذه سببت حتى يعني مشكلة كبيرة للشبكة الكهربائية، حيث أن لو استمر الوضع بهذا الشكل احتمال يحدث تعطيل كلي أو بلاك أوت معروف، وهذه الإشكالية راح تؤدي إلى كارثة كبيرة جدا، سواء كان في ناحية الكهرباء، سواء كان من مياه، سواء كان من غاز، سواء كان من جميع نواحي الحياة تتوقف، راح تسبب مشاكل أمنية كبيرة. بالنسبة لعدد ساعات طرح الأحمال يتم توزيعها بالتساوي، لكن زي ما وضحت أن نظرا لرفض الأمر من بعض المحطات ومن بعض الأشخاص اللي تم الاعتداء على هذه المحطات أدى إلى زيادة طرح الأحمال في بعض المناطق، ولوحظ عدم وجود عدل لطرح الأحمال. طيب سيد الكريوي، إلى أي مدى استطاع المواطن في العاصمة برأيك التأقلم مع هذه الأزمة؟ والله في المدة الماضية كان في تأقلم مع الأزمة، لكن لما ارتفعت درجة الحرارة ولما طال فترة قطع الأحمال قطع التيار الكهربائي وبدأ المواطن أنه يسمع في مناطق ما فيهاش طرح أحمال، يعني خرج على الصبر متاعه واصبح الانسان متضايق. وزي ما نعرف ان احنا تو في عندنا طلبه في حيكون امتحانات الشهاده الاعداديه وبعدها طلبه في الشهاده الثانويه وفتره رمضان، فالمواطن يعني في ضيق بصوره غير عاديه، اصبح المزاج نتاعه يعني متعكر، اصبح انه مستعد يدير مشاكل نتيجه لان زي ما نعرف وزي ما قال احد الاخوه بكر الكهرباء اصبحت هي عصب الحياه. يعني فهنا التاقلم، في ناس قدرت تركب مولدات، لكن حتى المولد هو عباره بيشغل به بعض المصابيح وممكن شاشه تلفزيون او قد يشغل به مكيف، لكن مش حياه طبيعيه، بالاضافه طبعا الازعاج من المولدات هذه بصوره غير طبيعيه. يعني امبارح لما انخفضت درجه الحراره داخل طرابلس بصوره كبيره وكان في تيار كهربائي تشعر بالهدوء وتشعر بانك انت نفسك مستريح، لكن لما الكهرباء مقطوعه واصوات المولدات المزعجه، فهنا المواطن يشعر بان يعني الحياه متاعها فيها مشكله، ففي في في امتعاض بشكل غير عادي على الموضوع هذا يعني. طيب سيد الهوني، في بنغازي هل هناك ساعات محددة لانقطاع التيار الكهربائي؟ طبعا هناك، هو الموضوع الكهرباء هو موضوع عام كلها بنغازي أو طرابلس أو نتكلم عن الزاوية ولا غيرها من المدن، يعني بمجرد الإشارة للموضوع، ولكن هو موضوع عام. إذن حتى في بنغازي نفس الشيء، هناك الفرق هو المدة الزمنية لتوزيع الأحمال، يعني من 10 ساعات 12 ساعة 13 ساعة، في بعض الأحيان تعرضت بعض المناطق لغياب التيار الكهربائي لمدة يومين 48 ساعة، يعني مأساة صراحة إنسانية
ومعاناة يعني كل أبعادها لا يمكن أن نتصورها ولا يمكن نصفها في هذه الحلقة. غير ذلك غير يعني مش المواطن العادي. والأخوة تكلموا عن المستشفيات وتكلموا عن مؤسسات الدولة، نقصد التعليمية وغيرها. انقطاع التيار الكهربائي يؤدي إلى تأخر في أدائها لمهامها، أو في أن بعض المستشفيات التي لا تملك مثلا إمكانيات متاحة مثلا مولدات وغيرها، يعني تأثر بالتالي على استيعابها للحالات اللي هي السريرية عندما يحتاجوا الإقامة وغيره وغيره. إذا مشكلة الكهرباء لها أوجه عدة ومشاكلها كبيرة جدا جدا. يعني هذه الصور ملاحظة في أكثر من مدينة ليبية. الفارق الوحيد عن بنغازي أن بنغازي يعني البيان الأخير هو طيب وسط الفكرة. سيد الهوني، سيد رقيق، يعني إلى أي مدى يمكن أن تنتج معالجة ضعف التيار الكهربائي بالمنطقة الجنوبية والتي أشار إليها رئيس المجلس الرئاسي في وضع حلول لأزمة الكهرباء في المنطقة؟ لا، هناك حل بسيط، وكان في اتفاق حتى في أيام حكومة الإنقاذ في طرابلس، كان في اتفاق مع عمداء بلدية الجنوب أن يوفروا مجموعة أمنية حتى تحمي الشركة التي أنجزت هذه المحطة، لأن نسبة الإنجاز 98% حتى تشغل هذه المحطة، لأن المحطة تنهي مشاكل الجنوب وتمد بعض مناطق الوطن العزيز بالكهرباء. المشكلة بس تبي يعني تحرك، تبي مواطن واعي، تبي الناس تتحرك يعني، فقط هذه الأولى. الناحية الثانية لابد من الجلوس مع المناطق التي تمر عليهم طريق طرابلس حتى ينتبهوا لأبنائهم، لأن هؤلاء الذين يمارسون الحرابة أبناء هذه المدن وهذه المناطق، لابد أن يتم الجلوس معهم. إحنا حاولنا نتصل بحكمهم لكن بعض منهم استجاب، والبعض الآخر يقول لك خلهم فالسين على الخارجين على القانون وغيره، لكن هذا لا يعني شيء. يعني عندما يقبض على أحد منهم تقوم الدنيا ولا تقعد. هذه الحبلين قد يكون سريع، وبالإضافة نأمل من الله عز وجل ونناشد إخواننا في منطقة شاطئ، وخاصة في مجدول، أولئك الشباب الذين الآن يخترقوا يسيطروا على المحطة ويرفضوا عدم توزيع الأحمال، نناشدهم بأن هناك إخوة لكم في مرزق، وهناك إخوة لكم في الغاز، وهناك إخوة لكم في نعم. طيب وصلت الفكرة سيد رقيق، وصلت الفكرة. سيد المرمي، إذا ما الحلول العاجلة التي ترون أنها قد تساهم في التقليل من أزمة انقطاع التيار الكهربائي؟ نعم، الحلول العاجلة في حل هذه الأزمة راح تكون شبه مستحيلة هي، لكن الشركة العامة للكهرباء تحاول قدر الإمكان أنها تقوم بتنسيق مع وزارتها في شأن صيانة بعض وحدات التوقيت المرادة بالصيانة أو الكشف عليها وغيرها من الأعمال الفنية. تحاول تحدد مواعيد إيقاف هذه الوحدات في أقرب فرصة بإعطاء مواصفات لعدة مرات ولعدة وحدات توريد إجراء الصيانة اللازمة لها. وفي نفس الوقت عندنا إحنا باش نشخص الحالة، يعني في بداية وجود كيفية إيجاد الحل لابد من تشخيص الحالة. أنا من 2011 تعرضت الشبكة العامة إلى تخريب، من 2011 إلى عندنا من العديد وغيرها من أعمال الحرب وأعمال المشاكل الأمنية اللي صارت والأحداث والأضرار أصابت معداتها أو معدات الشبكة ومحولات أو خطوط أو محطات تحوير، بل أدى الأمر إلى فقد الاتصالات للتواصل بين أطراف العملية التشغيلية لتشغيل الشبكة. في نفس الوقت يعني عندنا تبدأ عندنا فكرة واضحة أن لم يتم إجراء الصيانات الدورية والعمرات الجسيمة اللازمة لوحدات الإنتاج أو لدوائر نقل الطاقة، هذا راح يؤدي إلى أن أحيانا راح نفقدها. إحنا عندنا زي ما وضحنا عندنا ما يقارب من 14 مولد خارج خدمة حاليا، وهذه بحاجة إلى صيانة. في نفس الوقت عندنا تداعيات الوضع الراهن بمنطقة سرت وتأثيرها على الشبكة العامة، مثلت في توقف وحدة توليد الخليج بقدرة 600 ميجاوات، وعندنا فصل لدوائر الربط. طيب يعني سيد المرمي، استكمال صيانة شبكات الكهرباء بالمنطقة الوسطى ومعالجة ضعف التيار الكهربائي بالمنطقة الجنوبية وتكليف وزير الداخلية بتأمين غرف التحكم، هل تكفي برأيك هذه الحلول لاحتواء الأزمة؟
راح يكون فيها جانب اساسي جدا جدا وهو المواطن الكريم، ان يحاول ان يساعدنا المواطن الكريم، لان زي ما وضحت انه هو الجانب الرئيسي في هذه العمليه، وزي ونحن نحاول قدر الامكان يعني نوضح كل ما يتعلق بشؤون الشركه من مواضيع تلامس المواطن مباشره. المواطن دوره في هذه الحاله انه يحاول يساعد موظفي الشركه اقل شيء في تشديد استهلاك الطاقه، يحاول قدر الامكان انه يقلل. احنا حسب بعض الاحصائيات اللي قامت بها بعض المنظمات العالميه بحوض البحر المتوسط في تكييف استهلاك قدر الطاقه الكهربيه، لقينا ان المواطن الليبي نسبه الثلاثه كانت كبيره جدا جدا مقارنه بدول الزوار. فاحنا يعني اقل شيء نحاول يساعدنا في تشديد استهلاك الطاقه، بس نحاول يعني خلينا نتكلم بكل صراحه، في فتره الربيع وفتره الخريف لاحظ ان الانقطاعات قليله جدا جدا قد لا تكون موجوده. شنو السبب؟ لان كانت عندنا العديد من الاجهزه والمعدات متوقفه عن العمل الكهربائي اللي كانت عليها. حاليا في الصيف يعني حتى اللي عندها احنا كنا نكتفي بموقف واحد، يعني معليش احنا في فتره ازمه ونحاول ان نشد الايدين في بعض لموضحنا، احنا في فتره ازمه، يعني الحكمه انك تطلع اربع مكيفات في المنزل وتخليها تطلع، يعني نعم نعم. طيب اذا دعني اذهب لي يا سيد الكريوي، يعني ما الدور الذي يمكنكم القيام به على مستوى لجنة الأزمة للتخفيف من معاناة المواطن تجاه أزمة انقطاع التيار الكهربائي سيد الكريوي؟ بالنسبة للدور احنا كلجنة أزمة يعني بدأت أنا طرف المركز، احنا على تواصل الشركة العامة للكهرباء وغرف التحكم، نحاول ندلوا في الصعاب اللي تواجه فيهم في العمل متاعهم، سواء من ناحيه الخروقات سواء من ناحيه بعض الحاجات التشغيليه، ومن خلال التواصل مع المناطق نحاول ان احنا كيف نوعوا المواطن، ومن خلال الدور الاعلامي ان كيف نخفوا من الضغط نتاع الازمه، نحاول نشرحوا للمواطنين ان هذه ازمه فعليه وليست مفتعله، وان الشباب في الشركه العامه للكهرباء يبذلوا في جهد غير طبيعي لحل الاشكاليه، لكن اشكاليه التخريب ومشاكل الحرب وعدم رجوع الشركات هو السبب. لان زي ما تعرف انت احنا كلجان ازمه في الموضوع هذا مش مثال عندنا، يعني الشغل كله يقوموا به الشركه العامه للكهرباء، يعني احنا عباره عن جهه تنسيقيه كيف نساعدهم في اداره دورهم، لان هذه عمليه الكهرباء عمليه فنيه، لكن الجانب الثاني اللي هو جانب المواطن، وهذا اللي نسعى فيه احنا من خلال تواصلنا من خلال ظهورنا، ان احنا نشرح المواطن ان كيف يتعاطى مع الازمه. طيب المواطن يعني لازم احنا كليبيين نقتنعوا ان احنا عندنا ازمه باش نوصلوا لحل، لكن نعتقد لابد للمواطن أن يساهم في التخفيف ونوع من الحلول التي تأتي من خلال المواطن. سيد الهوني، في ظل تواصل الاشتباكات بمدينة بنغازي، أي حلول تقترحونها للتقليل من تكرر انقطاع التيار الكهربائي على المدينة؟ الحلول نحن يعني من خلال دراسات عدتها لجنة مختصة لملف الكهرباء عدت مقترحات، وهذه المقترحات تم تقديمها للجهات الدولية لهدف المساعدة اللوجستية ومساعدة مدينة بنغازي، كان الحديث طبعا عن مدينة بنغازي، وإمدادها بالمواد اللي هي قطع الغيار اللازمة لتسيير أعمال الصيانة بالمحطات وبأبراج الكهربائية. وهذه اللجنة أدت عملها إلى حد ما على أكمل وجه. لجنة الأزمة كما قول السيد ناصر كريو هي عبارة عن لجنة تتولى الإشارة إلى هذه الموضوع، تسليط الضوء عليها، العمل على تسهيل عمل اللجان التي تعمل على حل هذه المشكلة، إلى التواصل مع شكرا جزيلا لك. وبهذا نصل إلى ختام المنتصف. نشكر ضيوفنا الذين رافقونا في حلقة اليوم عبر الهاتف من طرابلس مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء أشرف المريمي، وعضو لجنة الأزمة بنغازي مراد الهوني، عبر الأقمار الاصطناعية رئيس لجنة الأزمة بالمجلس البلدي طرابلس المركز ناصر الكريوي، وعبر الهاتف من سبا المتحدث باسم مجلس حكماء المدينة حسن أرقيق. في أمان الله.